على ديني. نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر 100 كنافه ولا برنامج الراقصه، كل اللي يخش نقعد نعمل على كده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك برات شاي من الكبير قوي. البلاوي تعالى تعالى تعال يا حاجه نقعد هنا شويه. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ لا اوعى تحزن. تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانيه واحده يا حجي، لان الموضوع صعب، لازم ندرك ان الموضوع صعب، تمام؟ فلازم ايه نتذاكي ننزل صب، تمام؟ عشان ايه يعني اظبطي زوايا واتزان معايا وايه كده يعني. ننزل مره واحده. ننزل مره واحده عشان ما حدش يجي على التاني، عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي يا بص، انا هاخد كده يعني. انا اي ابقى الوضع دي ماشي. وانا ماشي, ماشي ربنا يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه في ايه؟ جايين جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ اه يا ليل يا قمر والفركة ضادت على البقر. سلام عليك. وعليكم السلام. سلام عليك. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتوا من ده جراه يا دي عرابي؟ كتر السلام يا لي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا دي عبد الرخمي. ماشي ماشي يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمده هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحيننا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا، راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. لا مش محمد، لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وغرى ايه؟ حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لني؟ العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله، انا مش عارف. حاجه تضايق؟ معلش معلش، انت راجل شاعر، انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا، واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزه. الهام الهام وجه. الهام ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا ولد. نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار. ياض بقيت عامل زي المصاصه من كتر النسوان يا ولد. يا والله يا حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيده. الوحي. قول الوحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام، احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام. أيوة ده. ايوه انا راجل شاعر وفنان. طب ما تسمعنا حاجه. هنا كده المناخ مش مناسب يعني. لا لا لا، المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمدي؟ يا راجل العمده راجل هايف، قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اولاني. يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقه بيهم، نكون احنا متجددين. ماشي قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك كنافة. يلا بتقول ايه؟ ميك كنافة يا ميك كنافة، اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك كنافة يا ميك كنافة، هاتي حته بلا سخافي. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاه. طموح. طموح. كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي 100 كنافه وانا ما دقتهاش؟
يعني ايه لحد النهارده ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرا موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام، ما هو الكلام ببلاش. يعني ايه تبقى بلدي 100 كنافه وكلها قلناش؟ يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش؟ عمار يا با. حلوة دي، شعرك حلو والله. يا لا في ايه ده، انت شعرك بس ده للطبقات الراقيه، احنا عايزين شعر للناس التافهه الهايفه اللي بيداس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفه، الناس الحقيره. ايوه خد دي يلا. بلدي 100 كنافه جوه الصينيه محصوره، معذوره، شطوره، اموري. بص العصفوره اكلتني التطوري، تعال ناخد صوره. يلا. يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهده، مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا، وسعت منك ودلدقت ومالت الحته ذروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي، عارفها. انا جرالي ايه، عارفها. انا جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبه بس، معلش. ايه ده، في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت له جرالي ايه، ادي جرالي ايه، ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اقراخ. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه، قال لي فيه ايه. قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه، اهو ليل وعد ليل وعد ليل وعد وراح، ليل وعد ليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه؟ عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده. قلت له انت تامرني. كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه. قلت له عمرو روح اقف هناك. راح. قلت له اناديك تعالى، اناديك تعالى، اناديك تعالى، تعالى بضهرك يا اخويا، تعال تعال تعال، ما بنخافش يا عم، تعال تعال. في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت عمال تزن على الراجل، تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، قول. انت تعرف اني المفروض والله لو العمده اخليك ايمن بهجه قمر. اه بس انت مش العمده. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمده. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمده؟ اه. اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عرابي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك. اقول لك ازيك يا عمده، عامل ايه يا عمده، رايح فين يا عمده، جاي منين يا عمده، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمده، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمده، انا جرالي ايه. اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى، يا واد في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قوم لي يا عمدي. ايه دي؟ ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوم له اديله على بوز. قوم له وربنا انا هقوم له. لو انت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه. بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له وربنا انا هقوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني. سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قوم لي يا شيخ البلد. قوم. ده بيقول لي بوللو. ولا. ده انا هقوم اديك بالجزمة. ايه ايه ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ البلد. تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدوم في الكفر دي. صح ده انا. اهدي. انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي، ما تستوريش قوي، يعني استوري بشويش. ما صحيح جرايه يا شيخ البلد، ما تقولي لنا عمده عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه؟ انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليك. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه؟ احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم
نتزفلك كلنا، يعني نتزفلك كده نقوم نزفلاتي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه، هيسيبنا بالضيقه دي اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا، واحد اتنين تلاته وبه. حلوه صاحبه مايكل اللي حملتيها دي يا حاج، حلوه. يبقى قدمي بقى في سويو سينكي يو كاندنس. ايه بقى يا كلب البيرك، ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي. واس واس، ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قعده كبارات البلد، ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد، رد عليا وانت شبه السنافر كده، رد عليا. انت هتفرقع. هو بيتكلم كل 20 سنه جمله؟ يا ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله، مجدود بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لك، فاهمين؟ وليه؟ ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا عاد انت ربنا خد منك كل حاجه واداك في صوتك، في ايه؟ 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 عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يالا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ عشان ايه؟ بص انت هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع.